على مساحة 700 متر وبتكلفة بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه. افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين مسجد الرحمة بمحافظة الدقهلية بعد إعادة إحلاله وتجديده على نفقة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف. نتابع هذا التقرير. جديد بناء وتشييد عنوان المشهد خلال افتتاح مسجد الرحمة بقرية كفر بدواي محافظة الدقهلية. تجديد يأتي على أعلى المستويات بالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وافتتاح يأتي وسط حضور جماهيري كبير وفرحة غامرة بتزين المسجد بالمصلين مرة أخرى. البناء ده يلزمه المعنى، وكنا اليوم بنقول للأئمة لو أنت هتكلم الناس على الأخذ بالأسباب وأنت مش هتاخد بأسباب تطوير نفسك فهذا هو يعني هذا عين الغفلة. فكما نحس الناس على الأخذ بالأسباب، نحن أيضا في وزارة الأوقاف نأخذ بأقصى الأسباب وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل والتسقيف. مصر شغالة على طريق المشروعات القومية، مش كوبري وطريق ومستشفى ومدرسة فقط، لا وأصلا وأيضا مسجد وأيضا كنيسة، لأن هم دول يعني منابر التعليم ومنابر التثقيف. المسجد ده 700 متر طبعا من دور واحد بميزانين، ارتفاع المأذنة 25 متر، في شخشيخة، في دار مناسبات مسطحة 340 متر، صحن مصلى للرجال حوالي 350 متر، في مصلى سيدات حوالي 240 متر، وفي دورات مياه ومواضئ بمسطح 90 متر. اهتمام القيادة السياسية بضخ دماء شابة في قمة الهرم التنفيذي للدولة هدف وضعته الدولة المصرية نصب أعينها لتعظيم الاستفادة من التنوع في الاتجاهات السياسية التي تحظى بها الدولة في صناعة القرارات التنفيذية المهمة التي تمس المواطن. فخامة الرئيس اجتمع بكل السادة المحافظين الجدد والسادة النواب بعد حلف اليمين، ووصلنا ان احنا نخلق جيل تاني وتالت، لازم نخلق اجيال جديدة، فدي دفعة قوية جدا لكل المحافظات، يبقى كل محافظ معاه نائب او اتنين من الشباب. جهود دعوية وتوعوية تقوم بها وزارة الاوقاف خلال الفترة الحالية، ضمنها إعادة تأهيل المساجد وفرشها وصيانتها لتؤدي وظيفتها ورسالتها على الوجه الأكمل. يأتي افتتاح مسجد جديد على أرض محافظة الدقهلية بعد إعادة إحلاله وتجديده في حضور عدد من المسؤولين. فالحفاظ على المساجد وتأهيلها للعبادة يدل على مكانتها العظيمة في الدين الإسلامي الحنيف. من محافظة الدقهلية وليد هيكل، التلفزيون المصري.